طيب جميل الكلام هذا. اللي بعده وشو عن قلت كان انت كذا يعني عطني الحين اعطيتنا الكلام اللي احنا متعودينه من الخبير الكروي احمد المصبيح، من احمد المصبيح اللي شاف المباراه متوتر لها 48 ساعه وخلصت ثلاثه. والله لا اخفيكم سرا انا حقيقه اي والله لا تطقطق علي ذا. لا ما طقطق عليك انا اقول جميل خلاص استنطقتني. انا صراحه ما قدرت اشوف المباراه، جهز عمري والشاهي مع الزملاء وكذا يوم جاء بيصفر واشوف الاصفر داخل انتهى الموضوع واجوب الرياض جوبا واتطمن على وبعدين الشوط الثاني من الدوخه نمت في البيت، قمت اشوف الجوال ما حد يرسل ياهو بس راح لي. ابو علي تعال تعال لحظه ابو علي دقيقه اصبر ماجد لحظه خليك خليك ولكن الحمد لله. طبعا هذا انا ما بالعكس انا ضد التعصب او التعب والانسان ما يشوفه، لكن انا انسان عندي ظروف صحيه تمنعني يعني ايش افريقي ولا ما ادري ايش اسوي. طيب الحين ممتاز.